وانا يعني لو ما كنتش في البلد كنت هبقى في البيت. انا اكيد كنت هبقى في المكتب بعمل واجب عزاء او فرح حاجه كده يعني. وبعدين يا نجا، هو انت غريبه عني؟ ما انت عارفه ان المصلحه كلها هناك في البلد، والخير والرزق كله منها واليها. طب بمناسبه المصلحه، الولد فين بس الاول؟ هقول لك بس قول لي انت الاول. ارغي. Have you seen بروشور فيلا الساحل اللي انا بعته لك؟ اه شفته. What do you think؟ What do you think؟ انت اتجننتي؟ عايزاني افكر في ايه؟ مش عارف انا. انت عايزاني اجيب فيلا في الساحل ب 30 مليون جنيه؟ ايه؟ فقير ولا ما معكش؟ لا معايا. والحمد لله يعني مش فقير، بس انت كده عايزه تفتحي عيون الناس عليا اكتر ما هي متفتحه. ولاحق عليهم بقى. ايش ضرايب عادية وايش ضرايب عقارية، حتى اخواتي مش هعرف اسد عينهم عليا. ولا انت عايزة تسيري الكوميونتي اللي انت زرعتي نفسك فيه وتحطين انا محل اسئلة وشبهات؟ ما الكوميونتي كله محل اسئلة وشبهات. هي جت علينا؟ ثم انا جوزي محامي ومستشار شركات راس مالها بالمليارات، واي عقار دلوقتي استثمار مش منظرة يعني. تخيل انتي اتأخرتي على الايفنت بتاعك مش كده؟ الصراحة يا جمال يا ابني، وما تزعلش مني وما تاخذنيش من الكلمة، أنا كنت بسمع إن الفنانين دول حياتهم كلها مكركبة ومتلخبطة وفوضى، عايشين في فوضى، إنما أنت لا، شهادة لله، أنت لا، أنت فنان بجد، في نفس الوقت منظم ومرتب ومدير. لا مدير يا صحيح، اللوحه اللي اتنشت منه دي اللي مفيش زيها يعني، بس برضك مدير او كنت مدير. وايه اللي جاب السيره دي دلوقتي؟ هو انت يعني اللي كنت سرقتها يا جمال؟ مالك؟ انا لو طول اروح احقق وادقق لحد ما اجيب ابن القديمه اللي عمل فيك العمله السودة دي. في القصد الطلب اللي انت طلبته مني من عينيا حاضر هعمله لك، بس اديني اسبوع ولا اتنين. اسبوع ايه واتنين ايه؟ دي شغلانه ما تاخدش في ايدك يومين يا بنيه. يومين؟ يومين ايه يا جمال؟ ما انت عايز تعلق يوفط على كل حيطان التل ومكتوب عليها تاريخ البناء والانشاء في يومين؟ ليه؟ اعملها ازاي دي؟ وبعدين انا ما وريش شغلانه غيرك يعني ولا ايه؟ وشغل العمده يعني اسيب شغل العمده واتفرغ لشغلك؟ تزنوني بقى ولا ايه؟ عايز تحطني انا وحده العمده في خانه واحده؟ طب حط نفسك مكاني كده وميز، هتختار انهين الاول؟ طبعا العمده. مين؟ العمده. طبعا العمده. قول لي بقى هي طالبه منك ايه؟ شغلك قوي كده. عايز احاصر بالعيال الصغيره اللي اتجوزوا عرفي وما عقدوش رسمي. لا ومش كده وبس، ده عايز احاصر كمان بالعيال اللي خلفوه. العمده بتاعتنا فاكره ان دي عاده جدت علينا، مش عارفة انها من قديم الازل. لا حول ولا قوة الا بالله، عيال بتتجوز عيال ويخلفوا عيال، لا بيقدروا يأكلوهم ولا يعلموهم ولا يربوهم. كل اب من دول عنده بنت عايز يخلص منها، وكل ام عايزة تكيد جارتها ولا سلفتها مشوار بنتها، ولا الحما اللي عايزة واحدة تخدمها، ولا الأب اللي عايز يجوز ابنه عشان يخلف ويعمل عزوة وخلفة. كله بصص لكله، كله عينه على اللي في ايد غيره. حاجة تحزن وتخوف. التل ده مش عايز صفية الفارس واحدة، لا ده عايز 100 صفية، 1000 صفية، ويمكن أكتر كمان. يالله بقول لك يا جمال يا ابني، أنا لما هخلص الطلب بتاع العمدة صبية أظبط لك ملف كده وأديه لك عشان توصله لها. أنا؟ إيه مش عايز تروح بالعمدة توصله لها؟ لا هروح بس. هتروح للعمدة توصله لها؟ هروح طبعا. مش عايز تخدم أبو نيرو؟ هروح أخدمك. تخدم نفسك؟ أخدم نفسي طبعا. أنت عارف كل حاجة. أشرب يا شيخ. أشرب يا شيخ. كل حاجة حلوة كل. يعني
ينزل الشهر العقاري اسجلك باسم ستك نجيه يعني ولا اعمل فيك ايه؟ يا ماما يا ماما بلاش الطريقه دي ارجوكي. انا قايله لك هنزل من الكليه على بيت ستي كام يوم وهرجع على البيت تاني، لازم جو التعطيم ده بقى. وما تنزليش على بيت امك لا. ايه يا صاصه يا حبيبتي، الناس دي مقوماكي عليا واني الوضع ده ما بقتش بلعاه. صاصه عرفتي بنزل على بيت ستي نجيه على طول ليه؟ يا ماما الاسم ده بيعصبني. انت يا بنت انت عايزه تمشيني على مزاجك؟ ردي عليا، ما نزلتيش على بيت امك لا. اولا بيت ابويا مش امي، حامد الفارس. اني ست البيت يبقى بيتي غصب عن عينك وعين ابوكي حامد الفارس. هي بسلامتها حضره العمده مش ناويه تنزل تسلم عليا ولا ايه؟ مش عايزين بقى نسمع لنا كلمتين سدوا نفسنا عن اكل ستي اللي يرد الروح ده؟ ها ماما خليكي حلوه وعدي اليوم. اكل ستك اني عارفه يا دكتوره الظروف الجديده ومستعده لكل اللي تطلبيه. ظروف ايه؟ انت عارفه اني بعمل عمليه الطهاره دي لوجه الله. عارفه وكتاب الله، اني قصدي اي مكان تقولي لنا عليه. شوفي اجهز لك البنات فين وامتى واني تحت امرك. انت عارفه انا سامعه ان في دكتور بيكويهم بالليزر. اعوذ بالله. ماني بقول برضو أنا مش حامن على بناتي إلا إذا طهرتيهم بإيدك اللي فيها البركة. خلاص خلاص يا مبروك، هعدي عليكي عصر الجمعة. بس بقولك إيه، مش عايزة هيصة ولا لمة ولا زيطة. عاني أي حاجة تأمر بيها تمشي بإذن. القهوة؟ لا بعدين بعدين. فأمان الله زي ما قلتلك. ها بسم الله. يعني مفيش فايدة مصممة تحطيني وتحطي نفسك في وش الخطر؟ أديكي شايفة أهو، هما اللي بيجوا يتحايلوا ويتصعبن، مش مستغنين عن خدمات عشان مش فاهمين ولا عارفين اللي فيه. احفظي أدبك مع أمك يا رفايدة. حاضر هخرس ومش اسمعي صوتي في البيت ده تاني، بس محدش يرجع يلومني بعد كده. ايه بيت؟ انت بتهدديني؟ بنصحك بالحسنى يا ماما عشان ما ترجعيش تزعلي مني. خوري انت يالي. اني ايوه انت، وفي حد غيرك؟ لا انا مش ولي، انا راجل. تلمي يا عم النيله، ده صلاح دهيشه مؤاخذه يا عم صلاح. مش انت قاعد ابن محمد ابو اسماعيل؟ اه. امال ايه حكايه رجب عفروتو دي؟ لا معرفش والله، بسالهم. هو اسالهم ليه؟ يمكن عشان شغل الفوتوشوب الرخيص اللي انت بتعمله. الفلوس ده ايه ده؟ انا ما اعرفش انت بتتكلم عنها اصلا. لا عارف، يبقى تعالى لي السايبر عشان اعلمك واوديك، ولا تحب اعلم عليك؟ دوله انا ماليش علاقه. بكره الصبح تكون عندي في السايبر ويكون معاك الجهاز اللي انت بتعمل عليه وسختك بيه. امان يا عفروتو. امان يا دوله. كده السلم ما يسلك اكتر ما انت مسلوق. يا عم عثمان انا مش هتقل عليك في اي حاجه، واول ان شاء الله اما تثبت في الشغل اللي انا فيه هبعت طوالي اخد سلم ونبقى نفرش الشقه اللي بنيها لابويا واحده واحده كده.
ما عمك الشيخ عثمان عارف كل اللي انت بتقوله ده. احنا النهارده جايين نقرا فاتحه ونفرح بيك على قلبي. يا ابو وائل بجيتكم كلها فرح ربنا. بس استجدع مع نسايبك بقى يا عم وائل ولا ايه؟ رقبت يا سليمان. بس تقصد ايه؟ يعني عقد عمل لاخوك كده ولا حاجه انت فاهم بقى. يا جدع خبيتني قلت هتطمن عليا ولا حاجه.